السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة. دي ضحك ولعب وسلام في مران الأهلي استعدادا لبيراميدز. طبعا الأهلي هيلاعب بيراميدز النهارده، ف يعني الأهلي عايز يفشخ بيراميدز 6-7-0 ولا حاجة، عشان اللي بيعمله بيراميدز مع الأهلي، وعشان حوار كامل اللعيب اللي هم كان عايز ياخدهم منهم احمد فتحي، بس احمد فتحي رجع في كلامه بعد ما شاف اللي حصل لرمضان صبحي، وطبعا منهم رمضان صبحي لما خلع. الماتش بالنسبه للدوري ملوش اي اهميه، الاهلي خلاص حسم الدوري ولا دوت في الكاس الله اعلم، بس ما علينا، يعني حتى لو في الكاس هنديهم على عينهم، احنا اهلاويه يابا وما بنهبش ولا بيراميدز ولا غيره. ف انت كنت اسيوطي يا انا، انت كنت اسمع انت اسيوطي يا تشرت. ادينا لايك شير سبسكرايب شغل جرس الشكر خبر اللي تعرف اول باول. باذن الله الاهلي يكسب، قول لنا في الكومنتات توقعاتك الاهلي هيكسب كام. انا توقعات ان الاهلي هيكسب 7-0، قول لنا الاهلي هيكسب بيراميدز كام، والكومنت الصح هنطلعهم انا الفيديو الجاي. سلام.